السلام عليكم وحياكم الله في فيديو جديد. واليوم راح نتكلم عن 5 العاب نزلت في اوقات غلط، فخلينا نبدأ. لعبة باتل بون، وناس كثيرين كانوا منتظرينها لانهم عارفين هم نفس الناس اللي اشتغلوا على بوردرلاند راح يشتغلون على اللعبة دي. بعدين في النهاية اللعبة نزلت ولعبوها الناس وجربوها، كانت حلال اللعبة. بعدها باسبوعين انتهى وقتها على طول، يعني كان عمرها فقط اسبوعين، لانه بعد اللعبة دي ما نزلت باسبوعين نزل لعبة اوفرواتش، وعارفين كلنا انه اوفرواتش غطت على مو بس اللعبة دي، غطت على اغلب العاب الشوتر، صار لها سمعة خاصة وصار اغلب الناس متعولين على لعبة اوفرواتش، وكانت مكسرة الدنيا من النهاية. فلعبة باتل بوند يعني ما طولت، كانت يعني زي ما قلت لكم عمرها كان فقط اسبوعين، وما كانت يعني مرة ما في لها اي شيء منافس لاوفرواتش، فخلصت عليها بسرعة وانتهى اللعبة ومشيت. يعني لو فكروا انهم ينزلونها قبلها بسنة او بعدها بسنتين كانت ممكن صارت شوي، ها كانوا جابوا شوية مبيعات بس، ولكن ضيعوا الوقت. لعبة مات ماكس، وكانت لعبة حلوة لانه مبنية على قصة فيلم، والفيلم كان مرة رهيب، ونزل الفيلم بعدها نزلت اللعبة، وكان ناس كثيرين منتظرينها بس، ولكن موعد اصداره كان جدا جدا غريب. يعني تنزل اللعبة ذي يعني لسه اول جزء لها والناس متعطشين انهم يشوفون اللعبة من فيلم بس، لكن تنزل لي اياها مع ميتل جير 5 نفس اليوم؟ غلط غلط. يعني معليش اوكي ماد ماكس اوكي ممتاز ولعبه ممتاز اوكي، بس ميتل جير كل الناس عارفينه، وكل الناس يعني عارفين انه هذه سلسلة عظيمة، ومن الصعب انك تجيب لعبة لسه اول جزء لها وبتنافس لي لعبة كبيرة، مو بس نفس اليوم انك تنزلها، وكمان في نفس الشهر نزل معاك او ب9 ايام بعدك نزل ماريو ميكر. يعني كانت في لعبتين قوية غطت عليك بسهولة. لعبة تايتنفول 2، واللي شفنا الجزء الاول كان جزء حلو، وايضا عارفين اللي اشتغلوا عليها هم نفس اللي اشتغلوا على كول اوف ديوتي مودرن وارفير ومودرن وارفير 2، ولكن الجزء الثاني اللي دمروا وقت نزوله، نزلوه في وقت غلط جدا اللي هو وقت نزول لعبة باتلفيلد 1 وكول اوف ديوتي انفينيتي وارفير. اوكي صحيح انه كول اوف ديوتي جابت ديسلايك 3.5 مليون بس، لكن ما يمنع انه الناس يشترون اللعبة، احنا عارفين انه اوكي نعطيه ديسلايك وبكره نروح نشتري اللعبة. هذه اغلب الناس عارفين جمهور كول اوف ديوتي، خلينا نكون واقعيين مع بعض. فصحيح انه تايتن فول 2 كانت لعبة كبيرة بس مو الكبر درجة انك تنزلها مع لعبتين هم اصلا ينافسوا مع بعض، فلو كانوا اخروها شوية قبل ولا اجلوها ولا شافوا اي شيء سووه معاه. بصراحة انا من اكثر الالعاب اللي حزنت عليها بصراحة بسبب عدم مبيعات اللي هي تايتن فول 2. لعبة فولاوت 4، وكانت احد الالعاب المرشحة للفوز بافضل لعبة في عام 2015، ولكن واجهوا مشكلتين في وقت نزول اللعبة. المشكلة الاولى انهم استعجلوا شوية على اللعبة، فواجهوا مشاكل تقنية كثيرة في اللعبة في اول اصدار لها او اول ما نزلت اللعبة. المشكلة الثانية ان نزلت قريبة من صدور لعبة The Witcher 3، وعارفين كلنا ان The Witcher 3 كسرت الدنيا في 2015، اخذت اكثر جوائز، اخذت افضل لعبة، اخذت مدري ايش، اخذت ما في جائزة الا كذا هفته، يعني كذا تحس انها بلعت كل الجوائز اللي قدامهم. ففول اوت احس انه واحد من الاشياء اللي هم غلطوا فيها، مو احس، هو اكيد انهم غلطوا في هذا الشيء، انهم استعجلوا ونزلوه في نفس وقت ذا ويتشر 3، وايضا نزلوه بدري قبل ما يتاكدوا من ان اللعبه شغاله وما فيها مشاكل تقنيه كثيره. لعبه فامباير ذا ماسكريد بلود لاين، نزلت اللعبه في عام 2004 في شهر نوفمبر بالتحديد، وكانت اللعبة حلوة بس، ولكن كان في مشكلتين في وقت صدورها. الأول كان إنه مشكلة اللعبة استعجلوا عليها ونزلوها بسرعة وكانت تعاني من مشاكل تقنية. والمصيبة الثانية في وقت نزولها كان في شهر نوفمبر، وكان في شهر نوفمبر نزول أفخم الألعاب، ومنها أول شيء هيلو 2 الغنية عن التعريف، وبعدها ب6 أيام نزلت اللعبة الأسطورية مترويد برايم 2، وبعدها بيوم نزلت لعبة هاف لايف 2 واللي يعتبرها الكثير من إنها من أحد أجمل الألعاب في التاريخ، وأيضا بعدها بيوم نزلت لعبة الأسطورية ميتل جير 3. وتخيل ان اللعبة نزلت في نفس يوم نزول هاف لايف 2، لو كان نزل في شهر ثاني اتوقع انه كان جاب مبيعات افضل من كذا. وكذا نوصل لنهاية الحلقة، ان شاء الله عجبتكم الحلقة، واذا عجبتكم لا تنسون الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، وايضا اذا عندكم اي افكار ل5 اشياء ولا توب 10 يا ليتكم تكتبونها تحت في الكومنتس. وكان معاكم اخوكم رانا حازمي، ونشوفكم على الف خير ومع السلامة.